بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا متابعين الأعزاء، معكم أخوكم عبد الرحمن الحربي، مطروق ومطور مشروع الأكتف سي دي. قبل فترة أنا كنت أتكلم، بداية قبل طرح الإصدار الخامس من الأكتف سي دي، كنت أتكلم عن العمل الداعم. العمل الداعم، ما هو العمل الداعم؟ طبعا العمل الداعم أوقف بسبب، بصراحة لم أرى اهتمام بالطرح، أو لا أعتقد أنه حيكون ملفت أو لديكم رغبة في اقتنائه. أنا كنت أفكر أنه أدمجه مع الإصدار الخامس من الأكتف سي دي، ولكن الاستعجال، التخبط اللي حاصل، كان كل واحد عنده فكر انه المناهج تغيرت. الاشاعه اللي طرحت انه المناهج تغيرت، مستحيل المناهج تتغير بدون يجي تعميم، مستحيل المناهج تتغير بدون يعني يكون في انذار مسبق بتغيير المناهج من فتره كافيه. ايش هو العمل الداعم؟ خلونا نشوف الان سوا ان شاء الله العمل الداعم، وراح تعرفوا ايش هو العمل الداعم. راح استعرض فقط العمل الداعم لسمارت كلاس 1. هذا هو العمل الداعم، اللي هو عروض باوربوينت خاصه بالمنهج. Listen and say A. A. Apple. B. B. Bag. C. C. Cat. Listen and chant. A B C A B C. طبعا هنا الورك بوك، حنروح ليتس بلاي. هذا هو العمل الداعم اللي كنت أنا أتكلم عنه، إنه يعني ورك بوك، ستودنت بوك، نانشو. طبعا هذا هو العمل الداعم، لم أطرحه، أعتقد أنه سأطرحه خلال هالفترة. طبعا العمل جاهز منه سمارت كلاس 1 وسمارت كلاس 3. تقريبا كان حينتهي سمارت كلاس 5، ولكن خفت أن يطرح العمل ولا يجد الإقبال اللي كنت أنا أفكر عندما بدأت فيه. ترى العمل استغرق كثير من الوقت، تنظيم عروض بهذا الشكل لهذه المناهج كسمارت كلاس متعب جدا. فقط يعني سألت أكثر من مرة، ما هو العمل الداعم؟ هذا هو العمل الداعم. إن شاء الله ممكن في السنوات القادمة أطرحه كعمل مدرج داخل الأكتف سي دي، أو سأطرحه كعمل منفرد كعروض باوربوينت. فقط للإفادة، كان معكم أخوكم عبد الرحمن الحربي، أراكم إن شاء الله في شروحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.